ومعقولة فقراتنا المرأة البحرينية بدأت رحلتها في مجال الهندسة بمختلف تخصصاتها من فترة طويلة وقدرت تتميز فيها وصولا للمجالات الحديثة مثل الهندسة الكيميائية وهندسة الكمبيوتر والطيران. وتزامنا مع الاحتفاء باليوبيل الفضي لتولي سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم، ما وفرته مملكة البحرين من برامج تدريبية ودعم الريادة الهندسية ومواجهة التحديات، وما تحظى به المرأة البحرينية أكيد من دعم ومساندة ملكية لتعزيز مشاركة المرأة كقوة فاعلة في تطوير مملكة البحرين. الحديث حول هالموضوع يسعدنا أن تنضم معنا في الاستديو الدكتورة المهندسة رائدة العلوي رئيس جمعية المهندسين البحرينية. يا هلا ومرحبا فيك ونورتينا، مساك الله بالخير. يا هلا فيك. طبعا احنا في البداية نبي نتكلم عن تطور المرأة البحرينية يعني وبالتحديد في المجال الهندسي، شلون تشوفينا اليوم؟ والله تطور المرأة البحرينية صراحة شهد تطور نوعي ونقلة نوعية ومتميزة منذ تقلد جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، فتميزت المرأة البحرينية وأعطت فرصة متساوية ومتميزة في تنمية القطاعات الهندسية. جميل. طبعا الدور الأهم كان إلى المجلس الأعلى للمرأة، دور مهم قامت فيه بتبني سياسات ومبادرات تدعم المرأة وتمكنها وتعزز دورها في المجتمع الهندسي. جميل. طبعا يعني أكيد خبرتك دكتورة ساهمت يعني في تطوير المجال الهندسي يعني من خلال من خلال أن أنت وتي عدة مناصب مثل يعني عمادة شؤون الطلبة وإدارة التطوير التكنولوجي، فنبي نتكلم عن هذه الخبرة ونتزوج هذه الخبرة. نعم، طبعا أنا لي باع طويل في التدريس سواء في جامعة البحرين في قسم الهندسة الكهربائية أو قسم هندسة الحاسوب، بالإضافة إلى الجامعة الأهلية والجامعة الأمريكية، وأيضا لي يعني خبرة في اشتغلت في الصناعة في تطوير وإدارة مشروع للتطوير التكنولوجي، وأيضا لي خبرة كبيرة في الاعتماد الهندسي، فأنا معتمد دولي يعني كل سنة تقريبا مرتين إلى 3 سنوات أسافر إلى جامعات خارج البحرين لاعتماد البرامج الأكاديمية مثلا في أمريكا وإنجلترا وأوروبا. جميل. كل هذه الأشياء طبعا هي خبرة يعني تراكمية جعلتني أن يعني وحبيت احطها في جمعيه المهندسين البحرينيه لنتواصل الجمعيه كحلقه وصل بين القطاع التعليمي والقطاع الصناعي، تطوير البرامج التعليميه الهندسيه لمواكبه التطورات المتسارعه والحديثه في المجالات الهندسيه. فان شاء الله تواصلنا مع نحاول مخرجات التعليم تكون متوائمة مع متطلبات القطاع الهندسي والتكنولوجي. جميل دكتورة، يعني احنا يعني اكيد فخورين بهذه الانجازات اللي قدمتيها للمجال الهندسي، ونبي من خلالك ايضا نسلط الضوء على اهم المحطات والانجازات للمرأة البحرينية في المجال الهندسي بالتحديد. طبعا المرأة البحرينية في المجال الهندسي بدت من بداية السبعينات، انخرطت المرأة البحرينية في عدة مجالات. اليوم تشوفين المرأة البحرينية المهندسة في جميع المجالات وعلى جميع المستويات، تتكلمين عن المجال الصناعي أو المجال الأكاديمي التعليم الهندسي أو الهندسة المعمارية، ما شاء الله عندنا مهندسات معماريات مبدعات في إدارة الطرق، تلاقين مهندسات من الثمانينات موجودين في البلديات في الطيران في الصناعة. نعم.
كل يعني في تواجد المرأة البحرينية أو المهندسة البحرينية في كل القطاعات، وأيضا المهندسة البحرينية أبدعت ووصلت إلى مش بس مشاركة وإنما إلى مراكز قيادية. فنجد اليوم وزيرة مهندسة، ورئيسة مجلس إدارة تشوفينها مهندسة، رئيسة شركة مهندسة. ف المجال مفتوح إلى المهندسات للإبداع وإثبات جدارتهم في القطاع الهندسي. جميل، وأكيد هذه نتاج الدعم الحكومي لكل امرأة بحرينية. وأيضا صادف أن كان هناك يوم للمرأة البحرينية في مجال الهندسة، فنبي نتكلم عن الأثر عليكم كمهندسات هذا اليوم. طبعا في العام 2017 خصص يوم المرأة يوم المرأة البحرينية إلى المهندسة البحرينية. نعم. طبعا كانت لفتة جميلة، سعدنا جدا بهذه اللفتة. ليش؟ لأن كان في إبراز بشكل يعني على المستوى الوطني للدور اللي تقوم فيه المهندسة البحرينية. نعم. تشجيع الجيل الجديد في الانخراط في المجال الهندسي، تعزيز دورهم. فطبعا كان عبارة عن اعتراف وطني بما بإسهامات المهندسة البحرينية في التنمية المستدامة. نعم. كيف تساهم اليوم المرأة البحرينية يعني في تطوير تقنيات البناء المستدامة وأيضا الابتكارات الهندسية؟ طبعا المرأة البحرينية أو المهندسة البحرينية مثل ما قلت هي شريك. نعم. جنبا إلى جنب مع المهندس البحريني. فعملت في القطاعات اللي لها علاقة بالتنمية المستدامة وفي مشاريع تساهم في حماية البيئة والتنمية المستدامة، مثل قطاعات الطاقات المتجددة واستخدام الطاقة الشمسية في المباني والمشاريع الكبرى، أيضا استخدام يعني العمل في مشاريع ما تسمى بالمباني الخضراء اللي هي تستخدم فيها مواد بناء. نعم. يعني تخفض استهلاك الكهرباء، يعني في مشاريع المهندسات كانوا في مشاريع لتدوير المياه في المباني. نعم. لتقليل يعني استهلاك المياه، تدوير النفايات، مشاريع يعني مشاريع كثيرة. نعم. ساهمت فيها. جميل. يعني دكتورة أيضا حابين أن احنا نسلط الضوء يعني من خلال هذا اللقاء على دورك في تمكين المرأة البحرينية اليوم يعني في مجال الهندسة، بالذات بعد فوزك يعني طبعا برئاسة جمعية المهندسين. نعم. طبعا فوزي لرئاسة جمعية المهندسين جاء بعد 50 عام من تأسيس جمعية المهندسين. نعم. البحرينية. فهو إثبات وتعزيز إلى أن المرأة المهندسة موجودة. نعم. طبعاً هذا لا يعني أن المرأة بالنسبة لجمعية المهندسين لم يكن لها وجود، بالعكس كل مجالس الإدارة على مدى يعني تاريخ جمعية المهندسين البحرينية لازم يكون فيها أعضاء في مجلس الإدارة. نعم. من المهندسين، ولكن حصول المرأة على هذا يعني مركز كرئيس جمعية. أكيد. هذا طبعا إبراز لدور المرأة المهندسة في البحرين. بكل تأكيد. الجمعية طبعا تقوم عدة مبادرات، وأنا أشوف أن تمكين المرأة أو المهندسة يبدأ بالتعليم والتدريب. جمعية المهندسين البحرينية لها مبادرات كثيرة لتمكين المرأة. واحد من أهم الأنشطة أو الفعاليات أو اللي نقوم فيها جمعية المهندسين هو برنامج اسمه تمهيد، وهو تدريب وتوظيف المهندسين حديثين التخرج. الجمعية دربت ما يقارب من 200 أو أكثر من 200 مهندس حديث التخرج
لتدريبهم، وبعدين الجمعية تسعى إلى إيجاد وظائف لهاي المهندسين الجدد. فصراحة نجحنا في توظيف 85 أكثر من 85% من المهندسين. بعدين شفنا أن هناك عدد كبير من المهندسات اللي عاطلات عن العمل. يعني جددنا البروجرام هذا، البرنامج هذا، وسميناه تمهيد بلس. تمهيد بلس كان هو عبارة عن تعاون بين يعني جمعية المهندسين البحرينية مع تمكين، مع وزارة العمل، مع المجلس الأعلى للمرأة. ليش؟ لأن احنا كنا نريد نركز على كثير من المهندسات عاطلات عن العمل. فأخذنا القوائم من وزارة العمل وبدأنا في تدريب المهندسين والمهندسات. كانت نسبة كبيرة أو النسبة الأكبر من المتدربين هم من المهندسات. حلو. وعملنا بعد ما خلص البرنامج التدريبي، عملنا على توظيفهم ونجحنا. هو البرنامج يمكن انتهى قبل سنة ولا شيء، نجحنا في توظيف أكثر من 50% من المهندسين. جميلة هذه الجهود دكتورة. أنا بنتكلم قبل الختام عن الرسالة اللي توجهينها للجيل القادم من النساء البحرينيات اللي حابين يدشون أكيد مجال الهندسة. طبعا أنا أشجع بقوة الجيل القادم اللي في المدارس إن ينخرطون في المجال الهندسي. المجال الهندسي الحين أصبح مجال واسع، من تقنية المعلومات إلى الهندسة الصناعية إلى هندسة الطيران. وبيئة العمل بيئة متفاوتة. فأشجع الجيل القادم إلى الانخراط في المجال الهندسي. وأنصح المهندسات اللي في بداية مشوارهم المهني برفع سقف الطموحات والإيمان بقدراتهم، وأن كل شيء ممكن تحقيقه بالتدريب والتعليم المستمر. ما شاء الله احنا في البحرين عندنا تمكين تدعم التدريب، وهناك برامج تدريبية يعني مدعومة من تمكين. نعم. ممكن انخراط فيها صقل مهاراتهم. وأيضا الأيام هذه اللي موجود في الإنترنت كم هائل من البرامج. صحيح. المجانية والورش العمل اللي ممكن أي واحد يحصل عليها، بس يحتاج إلى أن الواحد يحب يتعلم ويتواصل. نعم. دراسته. نعم. يعني وطبعا الأخير أدعو المهندسات يعني عبر هذه الشاشة إلى الانضمام لجمعية المهندسين البحرينية. نعم. لأن واحد من أهم المزايا الانضمام إلى جمعية مهنية هي الاختلاط مع المجتمع الهندسي. نعم. مشاركتهم والتعرف على نظرائهم أو المهندسين. جميل. اللي سبقوهم لاكتساب خبرة منهم. جميل. يعني شكرا دكتور على هذه المعلومات والنصائح المثرية.